السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس، بخير هنيين. اليوم شاركت معكم تشرو انتينا العجينه ديالو فين هي. انا خلطتها انتينا، درت 4 الكيسان ديال الطحين، درت نص كاس ديال الزيت، ودرت واحد نص فانيه، ودرت جوج معلقه صغيره الملحه، جوج معالق ديال السكر، وخليت الماء حتى يغلى حتى بقى يطربخ مزيان، ودرت 4 كيسان ديال الطحين، 4 ديال الماء و4 ديال الطحين، وخلطتهم. ملي خليت الماء غلى درت هذاك الطحين في الماء وخلطته مزيان فيها، بقيت كنخلط حتى نشفت لي العجينه في وسط. ديرها في كميله ولا في كسرونه ولا فيما بغيتي. المهم حتى نشفت لي العجينه بحال هكا، هانتينا دلكتها شويه في يدي هكا بين يدي، خليتها دبرت شويه. هانتينا العجينه ديالها كيفاش كتجي، كتجي غزاله، كتجي تبارك الله واعره. انا التليفون عاوتاني اديتو. المهم انا قلت لكم المقادير ديالو كيفاش درت له. دابا انا غادي نشكلو ونشارك معكم ان شاء الله الشكل ديالو والقلي ديالو. خليكم معايا. دابا هانتينا كنديرو غير بهاد المرشم، دابا غنشكلو هكا كامل، عاد نمشي نديرو، عاد نقليه. هانتي دابا انا درتو هكا، الحوق عندي البوق ماشي تنتما، وانا نوريكم الطريقه كيفاش البوق عندي شويه مجا ما خدم ليش مزيان. نزيد دابا ندير هذا بحال هكا، حتى نكملهم كاملين. نتينا عاد نبدا نقلي، والمقادير ديالو انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف. دابا انا كنكملهم بحال هكا المشاهدين ديالي، الله يخطيكم علينا، وبارطاجيو الفيديو ويجازيكم بالخير، وديروا لي جيم. هانتينا دابا انا جربت هذا الزيت واش سخن، هانتي هذا انا غادي نخليه. دابا نبدا نقلي، نتمنى يا المشاهدين عجبكم الفيديو ديالي اللي كندير معاكم. هانتينا دغيا كيتحمر، هانتوما بنادم يديرو في الدار ديالو، هانتي كيجي مزيون وساهل، المقادير ديالو ساهلين، مالي لي يجي غزال تبارك الله، كيجي مقرمل. هانتينا أنا حمرت هذا شوية، هذا هو باقي كيتحمر.
ها انتما يا المشاهدين ديالي، شوفي كيفاش كيجي، كيجي مقرمش غزال، كيجي فنيون تبارك الله، هانت كيجي غزال. نتمنى يعجبكم اليوم الفيديو ديالي، يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.